أغلبية الشعب يعني حقيقة وطنيين حقيقيين وفاتحين عينهم يحبوا الجزائر. الجزائر سوف تتغير لا محالة. ولكن أغلبية الشعب ذباب، راح الأمور تستمر هكذا في الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ. لكن يفوق نحبسوا الفكرة هذه، كبرنا ما لاش يتامى درك، حنا ما لاش يتامى، عندنا نبرة دولة، عندنا حدود معترف بها دوليا، عندنا قطعة أرضية، عندنا شعب حقيقي وشعب طائر حاليا، خاصته قيادة سياسية، لازم يتمحور حول قيادة سياسية. وما يجيوش أنا أصحاب سلمية أصحاب أوتبور والثروات هذيك البنفسجية والفيولية والصفراء والأورنجية، ما لحقت الوالو هذيك، لأنه لو سيستم أوتبور لما تواصل سلمية دون قيادة سياسية راح ينحيوا جماعة كانوا تابعين الجهة أ ويحطوا نفس الجماعة خامجة تابعة للجهة ب، يعني هادو أوتبور والثورات السلمية تسمح بتغيير الميزان المتسلط من ضفة إلى ضفة، صح ما يقضيش على التسلط، ما يقضيش عليه، محال. احنا قلنا سلمية في انطلاق الثورة سلمية، وش معناتها؟ معناتها هاتي هي دي، الشعب يقول للمافيا هاتي هي دي أمدها إليكم بسلمية، بصح كي ما تسمع ليش لازم نصعد الموقف، لازم نصعد الموقف. سيدو فومبير سيدي هضر على الغاز جوسيس والعبر يسيلو أو يشوف لي مليار دو دولار كيف أنقرانجي هو أصحابه والمافيا. أنا قلت لك واحد عائلته ما قدرش يربيها يحكم شعبه، نتيق فيه واحد أنا بابلو إسكوبارا بنو داخل فيه ترافيك ومشي نبرد كالترافيك دون الناركو تيروريزم، سي ميم با دو ناركو ترافيك سي دو ناركو تيروريزم. البوشي سي نافير دو ناركو تيروريزم، حبيتو ولا كرهتو وما تأولو حتى تأويل. سكي بيزار سكا ماتنو كوني با لي تونوز ابو شنط واحد لافير مات اون بونس بلي صاي ما تقدرش قاعدين يتيهو في الشعب. السيدي يهضر، شوفوا الصوره واضحه، جابوا لكم رئيس دراع وقبلتوه بصفه غير مباشره، اخرجوا السبت والحد والاثنين والثلاثه والاربعه، ما ديروش القباحه برك، هكا النظام يقول لكم ما ديروش القباحه، ساعه يخطف حبات زوج اللي كيديهم، ساعه يخطف جماعه يفورميهم في الحبس ويرجعهم لكم للحراك، خدمه قديمه هذه. المهم ما تشكلوش قيادات سياسيه، المهم ما تكونش عندكم ناطقين حقيقيين سياسيين يحطوا النظام هذا امام امر الواقع. خرج على روح كل يوم، غدوه دوك يدير لكم انتخابات برلمانيه كيما جابوه هو حطوه، راح يجيب لكم برلمانيين يحطهم وسينا يحطوا لا بروف الحكومه تاعو بكل سي دي روسيكلاج. وكون غير جا روسيكلاج تاع بلاستيك، روسيكلاج تاع زبل، سي ميم با دو بلاستيك سي روسيكلاج تاع زبل فقط. او ساس كيفو غدوا يدير لكم برلمان وسينا وغدوا تهضروا، ها يقول لكم البرلمان صوت على الغاز الصخري واللي يهضر نضربوه برصاص، ها دولة سي نورمال. كملوا خرجوا، ما كان حتى مشكل، خرجوا الاغاني الجديده اللي حبيتو والاهاديج اللي حبيتو، مادام ما تتمحوروش حول قياده سياسيه فو نوري با غاند كوز، ما تربحش المعركه خاسره، معركه بدون قياده معركه خاسره. هذا لازم الشعب يفهم الشيء هذا. خرجوا الممثلين يديهم الحبس، لا 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 يديهم الحبس، لا يديهم الحبس، ممثلين في الخارج زينهم في الخارج، ممثلين داخل عمرهم لا يقدروا يديروا حاجه، مام عندهم النيه وعندهم الكفاءه وعندهم الاخلاص والوطنيه ما يقدرش، لانه النظام هاي هنا هادو تاع لو باكت دو لالتيرناتيف ديموكراتيك كواك بالنسبه لي انا هادو خرده روسيكلاج ثاني، مي طلبوا يتلاقاو ما خلاهمش يديروا راسومبلومون، ويقول لك نتحاور مع القوى السياسيه، ها الاحزاب السياسيه تاعكم هادو، هادو الاحزاب هادو تاع لو باكت هذا، والله
كون شاف كابيني تاع تبون يعيط لاي واحد منهم يروح يجري كي الكلب ربع وما خلوهمش يتلموا. يعني حتى في الخدامين نتاعهم دايرين سيليكسيون. وتحوس نتايا لازم الناس تفهم، لازم الشعب يفهم. انا سمعت كلمه قالها ماكرون dernièrement كي زعف على هادو لي سانديكا ولا جيلي جون قال لهم سي اون ايتي اون ديكتاتور لا فيولونس سيري جوستيفيي. هاك تسمع جانا هذا فاصا اون ديكتاتور لازم الشعب يفهم. هادو ناس ماشي تاع هضره، ناس تاع دبوز. كاين دبوز سياسي، كاين دبوز اقتصادي، كاين بصح اهم شيء ديجا اللي حنا حين نقدموه في الكرويا اون فا بريزونتي اون ليست دو كونديسيون، يعني اون فورم تاع خارطة الطريق ونبعثوها ريكوموندي، لان الناس تاع الكرويا خدموا خدمه شابه طالعنا عليها، طلعت عليها انا شخصيا اليوم ورانا في الحوار عليها في النقاط نتاعها. نبعثوها ريكوموندي لوكاله الصحافه، لوكاله الانباء، الى هذه الناطق الرسمي تاع المافيا تبون اللي اسمها ويسكن في رئاسه الجمهوريه، نبعثوها لطا ماجور دلارمي، نبعثوها ا طول موند pour une sortie de crise. Ça veut dire هذه c'est la dernière main tendue politique نتاع الكرويا الناس هادو. لكن زادوا رفضوها. واش معناتها؟ معناتها قال لك حنا هما ربي تاع البلاد وقاعدين ندرع واعلى ما في خيلك كيما يقولوا المصار واركبوا هكا تاع حنا حنا وتاعنا وانتم طيروا برك. لكن حنا باش نبينوا ماشي لهادو اللي حاكمين النظام في الجزائر، باه نبينوا للعالم باللي لو كرويا باللي هاد اللجنه الثوريه للاتحاد والعمل لجنه حقيقيه عندها طابع سياسوي سلمي، لكن لجنه ثوريه من اجل الحفاظ على حقوق الجزائريين ومن اجل يعني المقاومه باش الجزائريين يلحقوا التطلعات نتاعهم pour que les algériens puissent arriver à leur aspiration. Les Algériens aspirent à un état de droit, à un pays de liberté, à un pays de justice sociale, à un pays réel. يعني عدالة اجتماعية، دولة قانونية، دولة حقيقية، دولة حريات، وحريات بكل المواصفات. لا نخضعوا لإيديولوجيا، ولا نخضعوا لتطرف، ولا نخضعوا لأي ثقافة كانت. دولة الحرية في ظل القانون. هاو شو باغيين؟ باغيين دولة تتطور، باغيين دولة وين المؤسسات فيها مؤسسات حقيقية، باغيين دولة ما فيهاش مديرية الأمن، باغيين دولة فيها سكون أبل لي سيرفيس سكري ماشي لي سيرفيس سيكوريتي